الحمد لله. يمكن لعيبه النادي الاهلي النهارده قدروا بادائهم بفوزهم النهارده يخرسوا الالسنه اللي كانت بتتكلم قبل المباراه على ان النادي الاهلي طالب التاجيل، وان اتحاد الكوره هياجل المباراه عشان خاطر النادي الاهلي، عشان خاطر الشناوي، عشان خاطر الاصابات اللي في الفريق. ولكن لاعبوا النادي الاهلي النهارده قطعوا كل الالسنه دي، والنهارده كان ميعادنا مع قضيه جديده لمحمد شريف. ويبدو ان الزمالك موعود معانا دايما بالقضيه يا كابتن احمد. ربنا يوفقنا دايما وتكون دايما القضيه في كل مباريات الديربي وكل مباريات القمه طبعا يعني. لا مبروك للنادي الاهلي طبعا النهارده، مبروك لجمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته وكل محب النادي الاهلي. الزمالك يمكن الشوط الاول افلت من هزيمه ساحقه من وجهه نظري يعني. اداء صحيح، فرص، قدرات لعيبه، امكانيات، استحواذ، كل حاجه. النادي مزبوط. الاهلي عمل كل حاجه في الكره في الشوط الاول صحيح، والنادي الاهلي برضه هو اللي تراجع الشوط الثاني يعني. انا خلينا اقول ان هو انت اللي متحكم في رتم الاداء. لما بتهاجم وبتستحوذ بتخلق فرص بتبقى افضل بكتير جدا. لما بتتراجع بتدي فرصه للزمالك ان هو يستحوذ ينتشر ويلعب ويلعب الكره اللي شفناها الشوط الثاني. الزمالك انتشر واستحوذ الشوط الثاني، ولكن يمكن الفرص الحقيقيه يمكن فرصه او فرصتين على الاكثر يعني في الشوط الثاني لعيبه نادي الزمالك. مباراة الديربي دايما بعدها ما بتفتكرش مين ادى كويس، انت بتفتكر مين اللي كسب، صح، مين صاحب النتيجه، نتيجه مين اللي كسب المباراه، مين اللي كسب الثلاث نقاط خلاص. انت المباراه هي دي مباراه الديربي. احنا قلنا قبل المباراه ان انت لما بتلعب مع الفريق الخصم الند بالنسبه لك، لما بتلعب مع الفريق لما بتلعب ديربي بيبقى مباراه عامله زي مباراه النوك اوت. مين هيكسب؟ مزبوط. تكسب باداء جيد، تكسب باداء ضعيف، المهم تبقى خارج من المباراه وانت كسبان. صح. انت قلت حاجه جميله جدا، قلت ان كان في اقاويل قبل المباراه ان الاهلي عايز ياجل واحنا عندنا غيابات وعندنا وعندنا وعندنا، ولكن ده اسلوب وطابع النادي الاهلي. اسلوب الاهلي وطابع النادي الاهلي انك انت لما بيبقى في لعيبه في الماتش بتنزل تبقى عندك، بتتميز بالروح القتاليه العاليه، بتتميز بالرغبه في المكسب، انطباعات وروح النادي الاهلي والحاجات اللي بيكتسبها اللعيبه من النادي الاهلي نفسه، تمام، دي اللي بتبقى موجوده في الماتش، ودي اللي النهارده شفناها. كل الناس النهارده قبل المباراه بيقولوا ان الزمالك هو اللي ممكن يكسب، والزمالك هو الاكثر تفوقا، الزمالك الاكثر حظوظا. ده في بعض الاهلاويه كانوا حاطين ايديهم على قلوبهم. في رسائل كثيره جات لنا ان ربنا يستر المباراه النهارده صعبه، ولكن احنا تعودنا على كده، تعودنا حتى وانت في اسوء الظروف بتتغير كل الاحوال بايدك انت. صح. بقدرتك انت، برغبتك انت، بروحك القتاليه. زي ما قلنا المباريات الكبيره الاهم فيها مش بس انك انت تبقى منظم، مش بس انك تأدي بالاداء الفني العالي، الاهم فيها الروح القتاليه العاليه جدا، الاهم فيها الرغبه في المكسب. هو ده اللي عمله لعيبه النادي الاهلي النهارده في المباراه. الشوط الاول كان نموذج للاداء، نموذج للاداء الفني، نموذج للروح، نموذج للروح القتاليه، نموذج للرغبه في المكسب. الشوط الثاني يمكن، وده اللي اتكلمنا فيه عادل، يمكن الكابتن علاء كان موجود وبرده كابتن اسامه، ان الاهلي بيعاني برده من الاجهاد في بعض الاوقات، عشان كده الشوط الثاني يمكن تراجعنا شويه. أيه. كان ممكن يبقى في تغييرات قبل كده شويه، كان ممكن بيكهام يخرج من بدري شويه وينزل وينزل اكرم توفيق يبقى هو البديل، عشان خاطر ان دي الجبهه اللي بيشتغل عليها نادي الزمالك تاخرت شويه. أيه. ولكن اللعيبه اللي كانت في الملعب كانت بتادي برده بشكل كويس. صحيح. مبروك للاهلي طبعا اداء ونتيجه. الشوط الثاني لم نستحوذ، لم نفرض سيطره، ولكن فرضنا السيطره في الشوط الاولاني وحققنا اللي احنا عايزينه. صحيح. من الشوط الاول الحمد لله. كابتن عادل.